لقيت حاجة غريبة جدا في غرناطة، انتوا كمان هتستغربوها جدا. عبارة عن متحف أو قصر اسمه قصر المنسيين، بيوثق فيها فترة محاكم التفتيش. طب جوه ايه المتحف ده؟ في يعني مجموعة منتقاة من أدوات التعذيب اللي كانوا بيعذبوا فيها المسلمين واليهود بعد دخول المسيحيين منطقة غرناطة. مثلا بصوا، حاطين ده كده من باب الدعاية بس، ده عبارة عن كرسي تقعد عليه بعدين يضغطوك بالحزام ده فجسمك يتعسر. بفكر ادخل كده نشوف كده مجموعه من ادوات التعذيب. بص السلم تحسه كده ايه، يعني كانك داخل بيت اشباح، حتى المكان ما فيهوش غيري انا وسلمى مراتي. هو ليه مفيش حد الا احنا؟ بصوا اول واحده ديت طريقه الاستخدام، هنا الكتالوج بتاعها كانوا بيحطوا الشخص هنا كده، راسه تكون تحت هنا بعدين يضغطوا عليه لحد ما هم كاتبين كده هنا ان سنانه والفكين يتكسروا، ساعتها يبقى كده الاله شغاله تمام. والله يا جماعه الكرسي ده يبان ان هو يعني ايه اقلهم تعذيبا، بس انت لو حطيت مثلا صبعك هنا كده يعني فعلا مؤلم جدا، فما بالك بقى الكرسي ده فيه 1000 مسمار، 1000 مسمار يربط ايدك ورجليك، وكمان كانوا يعني من باب القسوه الزياده زي كده مثلا كانوا يحطوا الشخص عاري تماما من عليه عشان يعني يتعذب قبل ما يموت، وكان التعذيب بيتم ببطء شديد جدا. تاني قلم معانا، انا بصور والله العظيم وفي المكان حاسس انها سفاح، فمش عارف اصلا الناس اللي كانت بتستخدم الاجهزه ديت كان باي شكل وباي نفسيه بتعرف تعمل ده. كمان يعني انا بس يعني عايز اوريكم الناس ديت دلوقتي متقدمين وكده، بس شوفوا زمان كانوا عاملين ازاي. دلوقتي الايه اتقلبت، بقت الحاجات ديت ممكن نلاقيها في وطننا العربي، وهم لا يمكن يستخدموا الحاجات دي، بالنسبه لهم بقت تراث، بقت حاجه كده موجوده بيحطها في المتاحف من بس العلم بالشيء، من باب ان ده حتى لو كان تاريخنا سيء فاحنا بس بنذكره. تعالى كده بقى عندنا الوطن العربي، يعني روح سوريا الشام حتى في مصر، يعني الواحد بيسمع قصص فيها حاجات شبيهه للاسف من حاجه زي كده. بصوا دي قد تبدو يعني ان هي سهله وبسيطه، بس كان لها استخدامين. اول استخدام ان هو بيتربط في الحيطه ويتربط في العجله وبعدين يلفوا العجله فيعني ايديه وكتافه وعظامه تتكسر، او يحطوه كده العصافير تقعد تاكل فيه لحد ما يموت. دي كده بيقولوا ان هو يعني ما كانتش اداه اعدام قد ما هي اداه تعذيب، يعني مثلا كانوا بيربطوا عليها الاسير كده ويبداوا ينزلوه، يعني بيستجوبوه ويبداوا ينزلوه شويه بشويه على قد بقى يعني قوه استحماله، يبدا يعترف، يبدا مش عارف يغير وجهه نظره. انا ما اعرفش الصراحه يعني الفكرة كانت ايه، بس يعني الوضع قاسي لأقصى درجة. ان شاء الله ده مش حقيقي، ان شاء الله، عشان انا موجود في المكان ده لوحدي والموضوع بصراحة يعني العظيم يا رب. القفص المعلق ده كان يقولوا ان هو بيتحط في اماكن مرتفعة جدا، وكانوا يسيبوا الشخص فيها يموت من الجوع والعطش، زي الشكل ده كده، بس كان الهدف منه ان هو بيأثر على نفسية باقي السكان. يعني بص شايف ده، انت ممكن في يوم من الايام تكون زيه. ديت كانوا بيحطوا فيها الكوع او الركبه وبعدين يقفلوها لحد ما تنفصل تماما وتكون عدمه الفائده. طبعا المعلومات بجيبها من هنا عشان بس ما حدش يفكرني ان انا تخصص سفاحين وقتالين قتلة، انا بشوف المعلومه وبحاول اشرح لكم. ليه بشرح لكم؟ عشان انا نفسيتي تعبت ومش هينفع اتعب لوحدي، كلنا مع بعض.